بعض النساء يلبسن ثيابا فيها سحابات من خلفهن، فهل هذا جائز؟ وهذا اجيب على السؤال. لا 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 شيء في هذا، لكن اذا كان في قدام او لو احفظ للعورات، المهم ان احفظ العوره. وهذا الاصطلاح الجديد ليس بجيد، لو كان في الاول المقدم الوجه او في المقدم في الاولى واحفظ امامها تستطيع حفظه وصيانته فهو اولى من الخلف، لكن اذا كان من الخلف لا يضر العوره والرسول فلم لا يصلنا خروج عوره، انما جعل لان اسهل في خلع الثياب او لاسباب اخرى، فلا نرى فيه باس.